راديو الكل. الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترصد في تقريرها الأخير أبرز الانتهاكات في سوريا خلال العام المنصرم. ما هي تلك الانتهاكات ومن هي الأطراف المسؤولة عنها غير قوات النظام طبعا؟ طبعا على رأس الانتهاكات تأتي عمليات القتل، لأن القتل هو أفظع ويعني أهم عمليات الانتهاكات، يعني إزهاق الحياة، وهو القتل خارج نطاق القانون. طبعا المنتهكين في سوريا كان النظام هو إلى حد بعيد المنتهك الأول في سوريا وما زال حتى الآن، وهو كان الوحيد في عام 2011 وتقريبا في عام 2012. الآن في هذا الوضع في سوريا هناك ست أطراف رئيسية تنتهك يعني حقوق المواطن السوري، على رأسها النظام، ثانيا تأتي القوات الروسية، ثالثا القوات الكردية، قوات الإدارة الذاتية الكردية، رابعا تأتي التنظيمات الإسلامية المتشددة، ثم فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي. إذن ست أطراف مختلفة. طبعا يعني هناك بعد القتل يأتي عمليات الاعتقال، فالاعتقال هو بقلب الاعتقال تتضمن عمليات التعذيب والقتل بسبب التعذيب بسبب سوء ظروف الاحتجاز أو ضرب حتى الموت، التعذيب يعني حتى الموت. تأتي بعد ذلك تأتي عمليات الاختفاء القسري، وكل هذه هي الإحصائيات والأرقام هي موضحة ضمن التقرير. لو نتحدث عن منهجية التقرير الذي ذكرت، كيف يتم جمع وتدقيق البيانات؟ ما هي المعايير التي تعتمد عليها الشبكة؟ الشبكة هي موجودة من يعني تموز 2011، وبالتالي يعني كونت علاقات منذ تلك الفترة وتوسعت تلك العلاقات بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى يعني شبكة علاقات واسعة. كل فرد من أو كل عضو من أعضاء الشبكة نعتمد بشكل رئيسي على إما زيارة الموقع الحادثة التي حصل فيها القصف إن أمكننا ذلك، وإن لم يمكن، لأنه في سوريا يوميا هناك يعني مئات المواقع التي تحصل فيها عمليات القصف، التواصل مع الأحياء التي حصل فيها عمليات القصف. وكما ذكرت لك أنه أصبح لدينا شبكة علاقات ولدينا تواصل مع مختلف الأحياء والقرى والبلدات في سوريا، فعندما يحصل القصف نتواصل مع المنطقة، نحاول الوصول إلى ذوي الضحايا أو الناجين من عملية القصف نفسها ونسجل إفادتهم ونأخذ يعني أسماء الضحايا وصورهم و يعني تفاصيل عنهم أكثر، يعني العوائل، أحيانا نأخذ حتى الديانة، أحيانا نأخذ المهنة، يعني كل ما تمكننا من جمع معلومة إضافية نقوم بأخذها. إذن أفهم منك سيد فضل أن الأرقام الواردة في تقرير الشبكة موثقة بالاسم والصورة. نعم، وهو لا يوجد أي رقم يعني بدون يعني ما ليس له رصيد في الداتا أو الأرشيف، يعني الأرقام هي ليست يعني أرقام تخيلية، هي أرقام لها معايير معينة وتمشي بمنهجية معينة، ونقوم ثم بعد ذلك يعني تدقيق القوائم ثم إدخالها، يعني هي عملية معقدة وطويلة، ليس كما يظن البعض يعني أنها يعني في هذه السهولة، وبعد ذلك تدخل إلى برنامج مبني على لغة PHP MySQL، وهذا البرنامج يقوم بفرز الضحايا كل أحد بحسب مدينته، بحسب يعني نوع، يعني بحسب هو الجندر، يعني ذكر أو أنثى، أو سبب القتل براميل بالسكين أو بالذخائر العنقودية بالصواريخ، وأيضا المعتقلين نفس الأمر، هناك برنامج آخر للمعتقلين، وكل جهة من الجهات التي ذكرت لك لديها يعني أرشيف خاص فيها، يعني الذين قتلوا النظام هم أرشيف منفصل عن الذين قتلتهم القوات الكردية، منفصل عن الذين قتلتهم القوات الروسية وهكذا. إذن هل هذا يعني أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ما يتم توثيقه بالاسم والصورة؟ طبعا بكثير، لأنه نحن لدينا معايير لا يمكن أن نضع مثلا تقديرات، ونحن لا ندعي أننا
استطعنا أن نصل إلى كل الحوادث في سوريا، وصلنا إلى نسبة كبيرة أعتقد، لكن هي لا تغطي الكل. ولكن يعني نحن في تقاريرنا طبعا في صنفين لا نقوم بتوثيقهم. أولا قوات النظام، الأمن والشبيحة، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية، هدول الجيش، هدول ما في يعني آلية أو معايير نتبعها بعملية التوثيق، تواصل مع أهلهم أو التواصل مع أقربائهم أو مع الحكومة نفسها النظام، فما في معايير لمعرفتهم. والصنف الثاني هو مقاتلين داعش، لأنه أغلبهم هم من خارج سوريا ولا يصرح عنهم، أو حتى إذا سوريين انضموا إلهم فنحن ما بنعرف هدول، ولا ينشر شيء يعني عندما يكون هناك. واللي يعني بيتحدث عن هدول الأمرين بتلاقي في بعض الجهات بتحكي عنهم أو بتصدر إحصائيات أو كذا، هي يعني كلها من وجهة نظرنا تأتي في باب بروباغندا الإعلامية فقط، عمليات الشو فقط. أما في أرض الواقع فمن خلال خبرتنا نحن في 5 سنوات يعني هذا أمر أشبه بالمستحيل. أخيرا سيد فضل، ما هو الهدف من عملية التوثيق هذه؟ ما هي الخطوة التالية؟ هل هناك أي تواصل مع جهات دولية أو منظمات حقوقية ربما؟ هي عملية تأتي أولا للسوريين، لتاريخ سوريا، يعني نعرف كل شخص من قتله ولماذا قتله وأين وهذه التفاصيل. الأمر الثاني هي يعني إذا فتحت محاكم لاحقا لابد من محاسبة هؤلاء المجرمين. حاليا الأمر مغلق لكن لابد أن تفتح محاكم لاحقا. الأمر الثالث هو الآن هذه تسليط الضوء على معاناة السوريين، أنه ما زال القتل مستمر، ما زال الاعتقال، ما زال كل هذه الأمور، فهذا يأتي في عمليات المناصرة، لأن يعني لابد يعني من تحرك، وإن كان لا يوجد هناك تحرك حقيقي لكن نحن نقول أن المعاناة ما زالت مستمرة وأن القضية لم تحل والعالم ما زال يتفرج، فلا بد من نقد ولكن بأسلوب توثيقي. راديو الكل.